تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وحياكم الله معانا في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. في هذا البرنامج نفتح الأبواب لاستقبال ملاحظاتكم آرائكم اقتراحاتكم ونطرح فيه مختلف المواضيع التي تشغل بال الجميع في القطاع الصحي. أيضا للتواصل معنا على الأرقام 600-551-414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006، وعن طريق الرسائل النصية كذلك من استقبل إجاباتكم على سؤال حلقتنا. طبعا هذا آخر سؤال عندنا في أسبوع الإمارات تبتكر، قيمة الجائزة 1000 درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي. سؤالنا يقول: من الأنشطة المصاحبة لمنصة هيئة الصحة في أسبوع الابتكار اللي زارنا بيعرف الجواب، تمارين الكروسفيت ويوغا أم الملعب الصابوني؟ بعد والله فيصل مريحنكم، يعني أعطنكم أسئلة ببلاش، فعطونا شو اسمه الإجابات على 4006 مع الاسم الثلاثي، الإجابة الصحيحة مع الاسم الثلاثي. ساعات ترى تيني الإجابات علامات استفهام ولا كذا، فالواحد يتأكد أنه يكتب الاسم الثلاثي مع الإجابة الصحيحة على 4006. سؤالنا يقول: من الأنشطة المصاحبة لمنصة هيئة الصحة في أسبوع الابتكار، هذه المنصة التي تتواجد في منطقة البرج بارك، هذه المنطقة تعد من المناطق الجميلة جدا يعني، والواحد ممكن يقضي فيها يوم عائلي كامل مع الاطلاع على الأمور اللي فيها الابتكار مستقبلا. عموما نحن نذكركم بأهم الإعلانات اللي عندنا. واحد، آخر موعد للتأمين الصحي يا جماعة الخير 31/12/2016، بعد هذا التاريخ مخالفات اللي ما أمن العمالة المنزلية عنده، اللي حاط البيدار في المزرعة ما أمنه، أنت مطلوب عليه قانونيا أنك أنت تعالجه. هذا الكلام من زمان أنك أنت مطلوب عليه، يعني تقريبا من نص 2016 أنت لازم تعالجه ككفيل، لازم تعالج مكفولك. لكن إذا عندك تأمين صحي، والتأمين الصحي كم من الحين يا أخي حطه، ليش تترين المهلة تخلص؟ حتى اللي عنده الخدامة ولا شيء باقلها شوية، يعني شهر وبترد وبيجيب وحدة ثانية مكانها، أمنها، لأن تقدر التأمين هذا تنقله حق الجديدة، لكن ما تضمن خلال هذا الشهر شو ممكن يسوي فيها، يمكن تقص صبعة وتقص بصل في المطبخ، تقص الصبعة تعال عالجها. ها كم بتدفع؟ مو بحسن لك تدفع 650 ولا 750 على الباقة الأساسية هذه وتفتك، بدل ما تيجي تدفع آلاف. يخبرني دكتور حيدر حالة من الحالات، يعني تقريبا استفاد من التأمين، كان العلاج واصل 150 ألف، قال استفاد من التأمين هذا من الباقة هاي. فأنصحكم يا جماعة الخير لا تتأخرون، حاولوا تأمنون العمالة عندكم، لأن بعدها خلاص فيها مخالفات. طبعا تستمر مشاركة هيئة الصحة بدبي في أسبوع الابتكار حتى 26 نوفمبر، يعني يوم السبت نحن موجودين معاكم في منطقة البرج بارك. فعاليات يوم السكر العالمي ستكون اليوم في هيئة كهرباء ومياه دبي، وأيضا دميري وطني بتتواجد في نخيل. والله هذه تأكدي لي من المعلومة هذه أشواق، أبغى أعرف دميري وطني وين بيكونوا، لأن البارحة كانوا في نخيل، اليوم بعد كذلك في نخيل، فأبغى أتأكد من المعلومة.
طبعا عندنا التغريدة اللي دائما بالتعاون مع إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، اختيار أطباق صغيرة في وجبات الطعام يساعدك على التحكم في الكمية المتناولة. وعلى طاري التغذية السريرية عندنا اليوم في الاستوديو ما شاء الله تبارك الرحمن، عندنا أول شيء دكتور وفاء عايش مدير إدارة التغذية السريرية، صباح الله بالخير. نور. ايضا معايا الدكتور حسان الحريري استشاري امراض الصدريه والنوم، مرحبا دكتور. مرحبا، صباح الخير، ان شاء الله نمت مرتاح. يا سلام. طيب الحين بعد عندنا دكتوره ناهد منصف استشاري طب الاسره مدير اداره يا ربي هذا مسوي لي اياها بالاصفر التثقيف الصحي، لا الشؤون الصحيه، الشؤون الصحيه ما ادري ليش حاط لي اياها بالاصفر. الشؤون الصحية، شو يعني الشؤون الصحية دكتورة؟ وش صبحت الله بالخير. صباح النور، أهلا محمود. الشؤون الصحية نحن نهتم في الرعاية الصحية الأولية بإدخال برامج صحية من ضمنها طبعا صحة الطفولة والأمومة، خدمات الكبار السن، خدمات الأمراض المزمنة، تثقيف صحي في المجتمع، خدمات الوقاية وتعزيز الصحة في المراكز الصحية. ما شاء الله عليكم. وأيضا آخرا وليس أخيرا إن شاء الله دكتور حمد المسمار مدير إدارة خدمات الإنسان الأسنان. صباح الخير. والله الأسنان أصلا أهم شغلة حق الإنسان. ها دكتور صباحكم الله بالخير. نحن ليش جمعناكم اليوم وأنتوا كل حد منكم في قطاع مختلف، وأنا آثرت أني أبتدي الحلقة معاكم حتى ما اتطرقت للأخبار ولا شيء عشان أعطي أكبر قدر من الوقت للجميع. البرنامج اليوم نحن نتحدث عن الفعاليات التي تتواجد في واحة الابتكار، وكل حد فيكم مسؤول عن نطاق معين ضمن هذه الواحة. لكن قبل أبتدي معاكم هذا الحوار أنا بذكر بسؤال مسابقة وبطلع فاصل وبعدها بنرجع على أساس نأخذ راحتنا أكثر ونتكلم بأريحية عن جميع المواضيع التي تخص الابتكار في التخصصات اللي ذكرناها، خاصة تخصص النوم. ها النوم سلطاني. عموما مستمعينا سؤال حلقتنا يقول: من الأنشطة المصاحبة لمنصة هيئة الصحة في أسبوع الابتكار تمارين الكروسفيت واليوغا. انزين اليوغا ساعد على النوم دكتور؟ طبعا اكيد. وتصلح الاسنان دكتوره؟ ها انزين. واول ملعب الصابوني في منه مداخله بناخذها بعد الفاصل، فاصل مستمعين وما ارجع لكم ان شاء الله. صحه وسعاده. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. قبل الفاصل عرفت بضيوفي الموجودين معاي في الاستوديو من اليمين إلى اليسار، طبعا وفاء عايش مدير إدارة التغذية السريرية، دكتور حسان الحرير استشاري أمراض الصدرية والنوم في مستشفى راشد، دكتورة ناهد منصف استشاري طب الأسرة مدير إدارة الشؤون الصحية بقطاع الرعاية الصحية الأولية، وأيضا دكتورة حمد المسمار مدير إدارة خدمات الأسنان. وتسمعون أصوات قلاصات، هذا لأن عزيز معانا في الاستوديو. صباح الخير عزيز. طبعا مستمعينا ناخذ مداخلة قلتي لي قبل الفاصل، بس أيضا بعد بنوه أن أنا ذكرت أن حملة دمي لوطني موجودة في نخيل، هي بالفعل موجودة في نخيل. حمد اختصر لي لأن عندي ما شاء الله أربع ضيوف وأبغى أعطيهم حقهم. تفضل يا سيدي. أنا دكتور محمود. يا هلا. سؤالي يعني ما أدري يعني إن شاء الله يكون باختصاص الجماعة الموجودين الكبار في السن دكتور، يعني النشاط جيد لكنه زال شديد، يعني الضعف يعني تحس ان هذا الانسان ضعيف او هزيل، نشاطه جيد لكن هل ينصح مثلا طب تغذية معينة؟ واذا كان قضية المغذيات اللي هي مثلا مرة او مرتين في الاسبوع اللي هي الجلوكوز وغيره، هل منها مضرة ولا مثلا ممكن في اشياء معينة؟ شكرا، واضح. تبغي تسألين سؤال دكتورة؟ كم عمر الله يعطيهم العمر، كم عمرهم؟ يعني في حدود 55 طبعا يعني اللي تحسين الجلد على عظم مثل ما يقول، لكن النشاط موجود يعني ما بدنا شو اسمه. بس القضية في انه مثلا يعني الاساس انه يرتد شوي صحته وعافيته ان شاء الله. يعني عنده مرض معين يعني؟ لا ما في ولا مرض. 55 شباب ما شاء الله عنده.
إن شاء الله شوي عند مثل قولون أو شيء من هالقبيل. وبعدين بالنسبة للأطفال كذلك متى نعرف أن هذا الطفل يعني لابد مثلا دخوله في مرحلة متابعة الغذائية شكرا. شكرا يا حمد. شكرا. بعجالة. الأول بالنسبة لتغذية الكبار السن هم فوق ال 65 سنة ما شاء الله 55 شباب لازم يدخل في تمارين رياضية معينة لتقوية العضل. وبنفس الوقت إذا ما عنده شهية أو عنده مشكلة زي أنت تفضلت إنه عنده قولون عصبي لازم مراجعة الطبيب وأخصائية التغذية حتى يتم وضع مغذيات معينة مش جلوكوز في مغذيات معينة لزيادة العضل بيكون عالي بالبروتين. هاي الأولى. بالنسبة للأطفال الأطفال من هم في بطن أمهم لازم إحنا نتدخل في التغذية. فبعد سن 6 أشهر تبدأ التغذية التكميلية وتكون مدروسة على حسب الوزن والعمر ومع أخصائي تغذية. فأتمنى أنك تراجع أقرب مركز صحي بهيئة صحة دبي لمتابعة الشخصين كبار السن والأطفال. طيب اليوم هو اليوم الثاني على مشاركة هيئة الصحة بدبي في منصة مميزة في أسبوع الابتكار هذا العام من خلال هذه الواحة التي تتواجد في منطقة البرج بارك. أيضا الهيئة حرصت على طرح مجموعة المبادرات والبرامج الذكية الجديدة إضافة لحزمة من الفعاليات والجلسات الحوارية التي سوف تتناول القضايا الصحية المختلفة والتطلعات وتحديات المستقبل وجميع المواضيع التي تختص بالابتكار. اليوم نحن ما نتكلم على مواضيع الابتكار. أول شيء ببتدي يعني سامحوني مع الدكتورة حمدة. دكتورة حمدة أنتوا طارحين شغلة جميلة في هذه الواحة اللي هي الفرشاة الذكية. كيف يعني فرشاة ذكية؟ خير إن شاء الله. أولا يعني إحنا شعارنا في هالأسبوع هو أسناني مصدر سعادتي. نعم. هذه حقيقة لأن الأسنان النظيفة الخالية من التسوس تعكس ابتسامة مشرقة وابتسامة جميلة وثقة بالنفس لا تقتصر فقط على الكبار وإنما أيضا للصغار. يعني إحنا شريحة كبيرة من الأطفال لأعمارهم ما دون 7 يعانون من تسوس الأسنان بنسبة 65%. هذه نتيجة وصلنا لها بعد مسح ميداني قام به خبراء من هيئة الصحة. 65% الأعمار هم 100%. فيعني هذا المسح قام به نخبة من أخصائي صحة الفم والأسنان بهيئة صحة دبي. يعني إحنا نبغي نسخر التكنولوجيا وهاي التقنيات بحيث ندخل إلى عالم الطفل. يعني نجذب هذا الطفل أنه يتعود ويتعلم على العادات السليمة للعناية بصحة الفم والأسنان. فأنت تفضلت إحنا عندنا يعني عرضنا تقنيتين. تقنية الفرشاة الذكية. شو المقصود بالفرشاة الذكية؟ هي اللي هي فرشاة إلكترونية ولكن اللي فيها أنك أنت تقدر تنزل اللي هو التطبيقات الذكية تستخدم الهواتف الذكية ممكن تستخدم اللي هي التاب تستخدم يعني الأشياء اللي هم الأطفال يستخدمونها باستمرار في الألعاب. لا احنا نستفيد منها كتوعية بحيث أنا أجذب هذا الطفل. جميل. طيب نزل هاي الآب اللي هي مثلا الفرشاة كونكتد مع هذا اللي هو الهاتف الذكي فيطلع للطفل أنه أوكي الحين أنت تفرش بطريقة سليمة لا أنت زدت شوية لا أنت قللت شوية مثلا مطلوب مني فرش مرتين في اليوم لا بتشوفه هو مثلا حاول يفرش 3 يطلع لي لا أنت تراك تعديت بعد يعني بعد اللي هي كل دورة يطلع لي مثلا عدد من النقاط ممكن في اليوم يعني بعد فترة ممكن هذا الريبورت يقدمه حق دكتور الأسنان. جميل فيها. جميل. شوي بتهدين دكتورة حاولت أخدم والله أذيتيني يعني شوية تحركين ما أدري شو من تحت ما أدري شو تسوي. طيب شكلك مو نايمة كويس البارحة. أيوة والله الكاني. طيب دكتور خبرنا عن دكتور حسان يعني العلاقة ما بين النوم والإنتاج يعني في حالة دكتورة وفاة
شو ممكن نقول له؟ شو ممكن ننصحه؟ وشو عارضين أنتم في واحة الابتكار؟ نعم. سبحان الله، الله خلق الكائنات الحية جميعا. ويسبن تقريبا 25-30% من حياتنا بالنوم. فنحن بحاجة إلى النوم المثالي، وإذا ما في عنا نوم مثالي باليوم التالي ما رح نقدر نعيش بشكل مثالي ولا نشتغل بشكل مثالي، ورح يصير في تعب، إرهاق، نعاس، ضعف التركيز والذاكرة. فبيهمنا جدا أنه الزائرين للمنصة يعرفوا إيش الفرق بين النوم الطبيعي والنوم غير طبيعي. فعم نعرف النوم الطبيعي بشكل عام هو عدد ساعات من النوم بغض النظر إذا كانت 4 ولا 6 ولا 8، بس بنتهي باستيقاظ بقوة ونشاط، والمريض قادر على إنجاز مهامه بشكل مثالي. وطبعا لنعرف إذا في شخص عنده تعب ولا ما عم بحسن ينام ولا يعاني من الإرهاق، فمريد نتأكد هل هذا بسبب مرض النوم ولا عوامل خارجية. على سبيل المثال نحن عم نحضر للمؤتمر، فبجوز أنا فقط 3 ساعات أو 4 ساعات، فهذا طبيعي سأعاني من إرهاق في اليوم التالي، وهذا ما نعتبره مرض نوم وإنما حالة مؤقتة إلى أن يتم العلاج المثالي. جميل. بس المريض اللي باستمرار لأسابيع وأشهر يعاني من صعوبة بشكل عام إنه يبقى يركز ويكون في عنده قوة ونشاط وما يكون في نعاس وما في تعب، فهون الدور الأساسي لإجراء اختبار النوم. ودكتور يعني أنا سؤال شوي خارج موضوع الابتكار، الواحد يعني أنا واحد من الناس اللي أنا أعاني مثلا إذا دخلت السرير أفقد الذاكرة تماما، ليه ما أعرف هذه الفترة شو صار فيها أصلا. هذا يمكن تكون علامة جيدة، بما معنى أنه عم تدخل الحمد لله بالنوم العميق. طالما أنت عم بفيق صباحا وبنشاط وبقوة وبحس أنه أنا قادر أنجز الأعمال بشكل جيد، فهذا إن شاء الله بيكون ضمن النوم الطبيعي. طيب نحن ما نرجع منتكلم على مواضيع الابتكار في هذا النطاق، لكن قبل ما توجه لدكتورة وفاء بنتقل عند دكتورة ناهد. وصفة السعادة، يا سلام يا سلام. عطينا وصفة السعادة هذه. ابتسامة السعادة، وصفة السعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. البرنامج هذا محمود يتطرق إلى تعزيز شيء مهم جدا، هو الوقاية. هدفه أن نحن نطبق أفضل الممارسات في الوقاية من الأمراض المزمنة، وبالأدق الأمراض الداء السكري وأمراض القلب والشرايين. عالميا نسبة الوفيات من هاي الأمراض توصل لتقريبا 38 مليون شخص سنويا، والعبء المرضي للأمراض المزمنة هذه وصلت تقريبا 43%، والإحصاءات تقول أن لين 2020 ممكن توصل العبء المرضي هذه إلى 60%. فنحن لازم نبتدي نفكر في موضوع الوقاية بشكل جدي جدا، ونخلي الفكرة تكون بطريقة فعلا الناس ممكن تدخل هالبرامج وتتبعها وتوصل للنتيجة المرغوبة. جميل. فالفكرة عبارة عن برنامج لرعاية صحية مجتمعية. ليش مجتمعية؟ لأن أنا هني ما راح أتكلم فقط عن الطاقم الصحي اللي الوقاية والمريض فقط أو الشخص المصاب فقط. البرنامج يشرك الخدمات المقدمة في المجتمع بشكل عام. يعني مثلا أنا هني راح أشارك الأندية الرياضية اللي موجودة، راح أشارك المتخصصي التغذية اللي موجودة في 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 المنطقة، راح أستعين بالجهات اللي تقوم بعملية التعزيز أو التحفيز السلوكي، بحيث إنه يساعد الشخص إنه يبتدي يمارس أو يتبنى أنماط الحياة الصحية. فبيكون برنامج متكامل، وراح يكون في ربط إلكتروني ما بين نحن كمسؤولين عن الصحة وبين المجتمع، الناس اللي ممكن يقدمون لنا الخدمة هذه في المجتمع، في سبيل مساعدة الشخص هذا إنه كيف ممكن يقدر يفقد وزنه. لأن الحل في الوقاية من الأمراض إني أنا أحافظ على وزني، كيف أقدر أحافظ على وزني؟ إني أنا أتبنى أنماء حياة صحية، أمارس الرياضة، أتبنى الغذاء الصحي المتوازن، بالإضافة إلى الدعم المعنوي والسلوكي والنفسي للشخص بحيث أن يقدر يكمل في البرنامج. جميل. والبارحة الحمد لله يعني كللت هذه النتائج بسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم، قام بإطلاق برنامج وصفة السعادة خلال زيارته لمنصة هيئة الصحة بدبي.
طبعا هذه المنصة اللي تتناول الكثير من المبادرات اللي تتم أو تقام تحت شعار يعني صحتك اليوم بأسلوب مبتكر. طيب شو الابتكار عندك يا وفاء؟ يعطيكم العافية صراحة. الابتكار عندنا جزئين. الجزء الأول بما أنه بكمل على كلام الدكتورة ناهد، توعية المجتمع عن الرياضة وأهميتها. عملنا زي أنه الشخص اللي قاعد في المكتب أو اللي المرضى اللي جالسين في بينتظروا الطبيب أو دخول العيادة الأسنان أو الرعاية أو أي عيادة، يكونوا قاعدين عم بيمارسوا الرياضة. صحيح. بدون ما يكون في تعرف اللي احنا حسب الكندورة والعباء واللبس الطويل احيانا بيكون في صعوبة في ممارسة الرياضة، فجبنا زي بيدلز اللي هي زي سايكل بس وانت جالس بتلعب وبتحرق سعرات حرارية وبتبذل طاقة وانت جالس، وعلى فكرة ممتعة يعني ممكن تسابق انت واللي جالس جنبك من باب الفضول يعني. هاي اول واحدة. نعم. فيها غش هذه اصلا. ليش؟ البارح انا لعبت يا بولي انا جهاز شي صعب وحق البنات يبي لهم جهاز. لا هي مش فيها غش، هي فيها انتنسيتي، فيها قوه للرجل حق البنات. هي لانه انتوا اقوى من العضل عندكم، لو سمحت الكتله العضليه عندك اقوى ما بصير. وحليلنا البنات جهاز خربان، جهاز خربان شوي وفصل ما عنده. لا, 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 لا 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 الجهاز مش احنا عاملينه عمدا للرجال اقوى عشان ترجونا شطارتكم، احنا البنات لازم نكون رقيقين معاهم. والله مع ان الجهاز اخترب وكذا كم حتى النتيجه انا يعني اشوفها انا فايز ما ادري شو ضغطت وكذا طلعت هي فايزه. اي طبعا لازم نكون بايس مع الحريم، انت مش عارف احنا متعمدين نطلع الكتله العضليه عندنا اقوى. طيب هذا الجهاز الاول. الجهاز الثاني الجهاز الابتكار الثاني عملنا سمكه بطوني او تامي فيش، وهو تطبيق وقصه. بما انه عامل قراءه فحبينا ندعم القراءة في سن مبكر، فعملنا قصة لسمكة بطوني أو تامي فيش للأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات، بحيث أن يكون في مدرسة لغة عربية ومدرسة لغة إنجليزية تتكلم عن أهمية المي وأهمية التغذية المناسبة عن طريق قصة مصورة مرسومة، وكان في اللي هي سمكة بطوني اللي انعملت فقط لهذا التطبيق، يعني هاي حصريا لنا. جميل. للتطبيق سمكة بطوني، ومعه مصاحب تطبيق على التليفون اندرويد، اي نوع تليفون، سامسونج ابل اي نوع، بحيث انك بتنزل التطبيق عربي او انجليزي، واليوم ان شاء الله حيتم اطلاق النسخه العربيه باذن الله. التطبيق هذا بيكون للاهل بحيث انه يحسب كم كميه المي اللي بيشربها الطفل في اليوم، وبتفتح عليه كل ما شرب المي كفايه بياخذ نجمه بتساعده على يدخل على جيمز تحد الجلوس على الجيم أو على اللعبة فقط 10 دقائق، تطلع لك السمكة زعلانة أنتوا تعبتوني، هذا عشان ما يصير نسبة السمنة زيادة. جميل. بالنسبة للتأمين الصحي للخادمات، لاحظت أن شركات التأمين تشترط في حالات الطارئة عدم علاج الخادمة في المستشفيات الخاصة، وعلى الكفيل أخذها فقط للمستشفيات التابعة لهيئة الصحة في دبي. هذا أبو عبد الله. الأسبوع القادم إن شاء الله بيكون معانا حيدر كذلك، أعتقد يوم الاثنين أو الثلاثة، ما يوم الثلاثة أعتقد، فمنحول هذا السؤال الأشواق على دكتور حيدر. أيضا السلام عليكم، اذكروا لنا بعض أسماء شركات التأمين اللي ممكن نأمن عندهم العمالة المنزلية إن شاء الله بعد الفاصل بذكر لك إياهن. وأيضا في أبو عبد الله كتب بعد سؤال بقوله بعد الفاصل بوجه حق الدكتورة حمدة. إذا المستمعين أرقام التواصل معنا 600-551-414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. سؤال حلقتنا اليوم يقول: من الأنشطة المصاحبة لمنصة هيئة الصحة في أسبوع الابتكار تمارين الكروسفيت واليوغا أم الملعب الصابوني؟ عاد في هالبرد حد يلعب في الصابون؟ عموما هل تعطيتهم الجواب؟ لا تعطيتهم الجواب. فاصل وارجع لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. مساء
أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معانا في برنامجنا صحة وسعادة. اليوم معانا من اليمين إلين اليسار، والله يجعلكم إن شاء الله من أصحاب اليمين، دكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية السريرية، دكتور حسان الحريري استشاري أمراض الصدرية والنوم بمستشفى راشد، وأيضا دكتورة ناهد منصف مدير إدارة الشؤون الصحية، والدكتورة حمد المسمار مدير إدارة الخدمات مدير إدارة خدمات الأسنان. طبعا دكتورة قبل أقرأ السؤال أبو عبد الله اللي كان يتكلم فيه يعني عن فعالية هذا التطبيق وعن موضوع يسمونه، لكن كان في سؤال يقول يا ريت تذكرون أسماء الشركات اللي ممكن نأمن عندهم العمالة المنزلية. الشركات هي كالآتي اللي طرش هذا: أكسا الخليج للتأمين، تكافل الإمارات، دار التكافل، أورينت للتأمين، شركة رأس الخيمة للتأمين، شركة ضمان للتأمين، شركة عمان للتأمين، ميت لايف، والشركة الوطنية للتأمين. طبعا في موقع إلكتروني تقدرون تدخلون عليه أو عن طريق الاتصال ب 804 3 4 3 4 2 اللي هو DHA 3 4 2 800 3 4 2 بيعطونكم الإعدادات المطلوبة حق التأمين الصحي. يا جماعة الخير، صورة الجواز، صورة تأشيرة الإقامة، صورة الهوية، صورة شخصية واحدة. طبعا الموقع الإلكتروني الخاص بمنظومة الضمان الصحي في إمارة دبي إسعاد اللي هو www.ishd.ae ishd.ae. ومثل ما قلنا لكم 800-342 24 ساعة 7 days شغالين يحليلهم. انزين نرجع لموضوع الابتكار، ونرجع لدكتور انت ذكرت ان كان اذا كان في 65% من الاطفال لا ينظفون اسنانهم فان هذا دليل اتهام لاهمال الاباء والامهات لابنائهم. هذا الشطر الاول من السؤال. السؤال الثاني: أما عن استخدام الهواتف الذكية لتعويد الأطفال على تنظيف أسنانهم فإن هذا الحل لن يأتي بأي نتيجة، مع احترامي للجميع أبو عبد الله. ما أدري أبو عبد الله كيف قرر أن هذا الحل ما بيجيب نتيجة. أولا شكرا على المداخلة. نسبة 65% هذه حقيقة ما نقدر ننكرها لأنها قائمة على بحث ومسح ميداني شملنا فيه عدد كبير من الأطفال في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في إمارة دبي. ف يعني احنا لازم ننظر لهالأمر بشيء إيجابي لأني أنا شفت المشكلة فأحين أنا بحط لها الحلول. ممتاز. فإذا كان إحنا ما مسألة أنه هو اتهام للمنزل ولا اتهام يعني مقدمين الخدمات، ولكن هذا لازم يكون في تعاون. فالاهتمام بالبداية نعم يكون من المنزل. نعم. وأما بالنسبة لمقدمين الخدمات الصحية فنحن يعني نعطي اللي هو الدعم ونقوم اللي هي بالحملات التوعوية علشان تي يعني الحقيقة أن الأطفال الحين دائما مثلا يستخدمون هاي التقنيات، يستخدمون التكنولوجيا. طيب أنا ليش ما أسخر هاي التكنولوجيا لأشياء إيجابية مفيدة. نعم. فليش؟ لأن الطفل يسمع يرى ويطبق، فخلي يطبق العادات الصحية السليمة بحيث أنها تعود بالنفع عليه في صحة الفم والأسنان. جميل. جميل. طيب بنتقل إلى الدكتور حسان وبنتكلم عن النوم. والله دكتور ما شاء الله وجهك منور وابتسامتك جميلة، تسلم. يعني تسلم تدل على أن أنت تنام نوم صحي. أنا أبحث عن النوم الصحي. طيب. والنوم السعيد. الآن أبغى أتكلم، نحن عندنا عيادة خاصة بالنوم. نعم. في مستشفى راشد، ويعني أبغى أعرف شو هي الخدمة هذه وكيف طارحينها في واحة الابتكار. نعم. مثل ما ذكرنا سابقا نحن بالمنصة عم نحاول نعرف الناس عن النوم السعيد أو النوم المثالي والنوم الغير مثالي. أنتوا تجيبون المرضى عندكم في مستشفى راشد تنومونهم لنتأكد تماما إذا كان في مرض نوم ولا ما في بشكل يعني عام. واحد ما يحجز فندق اي عندكم تماما. خبرني شو البروسيس دكتور او شو في مجموعه من الاسئله بنسالها ياهن للمرضى بشكل عام اللي هي الاسئله العامه، مثلا كيف شكل النوم، ترتاح وقت بتفيق صباحا، هل يوجد شخير اثناء النوم، هل المريض يعاني من وزن زائد
هل يعاني من ضغط، هل يعاني من صداع صباحي أو استيقاظ بالليل غير يعني not explained، ما أنه مشروح بشكل واضح. بعض الأشخاص مثلا ما عندهم دايابيتس بيروحوا على الحمام بيرجعوا بيغلقوا نوما، هذا متوقع. بس إذا المريض بيفيق بعدة مرات بالليل يذهب الحمام وما في سكري، بنخاف يكون في مشكلة يا بقصور القلب أو بسبب توقف تنفس أثناء النوم. فهي عبارة عن مجموعة من الأسئلة نسألهم ياهم للمريض، وبناء على الإجابة بيتحدد هل المريض بحاجة إلى اختبار للنوم أم لا. جميل. فبناء على الإجابة، وإذا كان عنا اعتقاد أنه في عنا اضطراب للنوم سواء توقف تنفس أو حالة الهايبرسومنيا النعاس الزائد أو أي شيء، فإن المريض بحاجة لاختبار النوم. اختبار النوم المثالي لازم يكون في فاسيليتي، في مركز طبي معتمد، سواء بالمستشفى أو مركز طبي معتمد. المريض لما بيجي عادة ما حط عدة أقطاب ونبدأ التسجيل مع تسجيل موجات الدماغ لنعرف مراحل النوم بشكل رئيسي. كثير من المرضى لما بيدخل على المستشفى ما بحسنوا يناموا، الغرفة غريبة الأطوار، شخص عم بيرابون أثناء النوم، فيعني غير مريحة. فنبحث عن بديل، والبديل هون اجت الفكرة بالمنصة أنه نحن نبحث عن بديل يكون في عنا أجهزة ممكن استعمالها في البيت لدراسة النوم المثالي. يعني شفت حاطين مثل قناع ولا شيء؟ هي الأقناع هي للعلاج، علاج السليب أبنى. بس إذا لاحظت في مونيتور صغير عبارة عن جهازين نحن عم نعرضهم بالمنصة. الأول هو عبارة عن جهاز صغير، المريض نعطي instructions simple بسيطة جدا، عبارة عن حزام بضعوا حوالين الصدر مع المونيتور، وبيوصلوا مع البلس أوكسيمتري اللي هو لقياس الأكسجين والنبض أثناء النوم، مع نيزل كانيولا اللي هي مثل قناة صغيرة بتنحط عند الأنف، الهدف منها نشوف كيف التنفس بشكل عام أثناء النوم. والجهاز لحاله رح يسجل وقت المريض بينام صباحا، بيجيب لنا الجهاز ويداونلود ذا انفورميشن. فهي احد التقنيات الحديثه الصغيره جدا اللي ممكن من خلالها نشخص اضطرابات النوم في البيت من غير الحاجه الى اجراء الاختبار ضمن المستشفى. طيب دكتوره ناهد، يعني اسبوع الابتكار هل فعلا يساهم في تشجيع الجهات الحكوميه والموظفين على التفكير بطريقه ابداعيه وابتكاريه من خلال، يعني انتوا طرحتوا شغله يسمونها وصفه السعاده، انا ما ادري انت سعيده؟ الحمد لله انا سعيده. الحمد لله. والله بصراحه محمود انا اعتقد يعني ان الفكره نفسها جدا محفزه للناس والجهات الحكوميه والجميع، حتى يعني كل شخص يقدر يبدع ويعطي ويكون في نوع من التنافس. الكل بيتنافس على أفضل فكرة، أجمل فكرة، يبدع، يكون مميز، يكون الرقم الأول، يكون دائما الأفضل. فالفكرة جدا الحمد لله أنا أحسها يعني مفيدة وتشجع الناس أنها تبدع في أفكارها وإنجازاتها. جميل. الحين يعني مفهوم الابتكار ومفهوم السعادة وايد قاموا الناس يتداولونه، وأيضا واحد من أهم الشغلات اللي المثل عشان أنا أوجد مجتمع مبتكر اللي هي أعزز فيه صفة التفكير الإيجابي. الآن ما أدري في يعني خضم هذه المتغيرات السريعة على القطاع الصحي، كل يوم في شيء جديد طالع، كل يوم في تقنية جديدة، أنتوا شو رأيكم؟ كيف نحن ممكن نتجاوب مع هذا الموضوع، وكيف ممكن أن نحقق بالفعل المتطلبات الرئيسية لنا، وهي تحقيق سعادة صحة المجتمع أن يكون سعيد وأكثر صحة؟ شو رأي توفى؟ يأكلون زين؟ هلا اكيد الاكل والرياضه بترفع هرمون السيروتونين، بذات الرياضه هو اللي هو هرمون السعاده، وهذا اهم شيء. وفي بعض الاكلات اكيد بترفع هرمون السعاده، واهمها الكربوهيدرات المركبه، الكربوهيدرات والبرياني اذا بتاخذه برز اسمر. نعم سعاده مؤقته. يعني في اكلات تحتل المرتبه برياني الاولى، برياني اذا ما متروس دهن هذا مو برياني. يعني بنجيبهم على بعدين عنا على الأعياد، وبالتالي ما عملنا شيء. هلأ يعني أنت بتسألني على الابتكار وهل هو يخدم السعادة؟ نعم. ليه؟ إحنا بكل اللي موجودين الآن منحاول إحنا نوصل للجمهور، مش الجمهور نستنى لا يمرض لا يوصل لنا. جميل. إحنا عم نحاول ننزل لعندهم. جميل. عشان نعملهم الوقاية بدل ما هم يجوا لعنا، عم ننزلها سواء عن طريق تطبيقات، سواء عن طريق عيادات، سواء عن شراكات عم تنعمل، سواء عن طريق النوم، وسواء عن طريق التغذية والرياضة. جميل. أنا أذكر بسؤال حلقتنا اليوم، سؤال حلقتنا اليوم أنا نسيته، لحظة
من الأنشطة المصاحبة لمنصة هيئة الصحة في المشاركة من خلال اللواحة المتواجدة في برج بارك في أسبوع الابتكار، تمارين كروسفيت واليوغا أم الملعب الصابوني؟ وأنا استغرب واحد يطرش إجابة غلط لنا حينا. عموما الاسم الثلاثي مع الإجابة الصحيحة على 4006، والفائز معانا بيفوز ب1000 درهم، وعندكم 5 دقائق وبنوقف استقبال الأسئلة. دكتورة، فكرة مدرسة بنتي روضة أولى بتخصيص أسبوع للعناية بالأسنان بالفرشاة والمعجون زايد المسواك، وإلى الآن يحتفظون بفرشاتهم بالمدرسة لاستخدامها بعد الطعام. هذا مسجي أنا على هذا الموضوع. يعني هي تسأل يعني؟ لا هي يعني تعلق على الموضوع اللي أنت قلتي. طب ممكن أسأل دكتورة حمدة على هاي، على نفس السؤال، كم لازم تتم السؤال يعني غير اللامذلة كم لازم تتم الفرشاة في المدرسة؟ لأن هي بتقولك الفرشاة موجودة بيستخدموها دائما، أدي لازم نغير؟ مو أنت عشان يعني تغيير الفرشاة يعتمد كم مرة تستخدمها، هذا كيف تحافظين عليها. ففي ممكن فراشي أو مثلا حتى الشخص لما يمرض مباشرة بعد المرض لازم تغيرين الفرشاة لأنها تكون تحتوي على بكتيريا، فيعتمد يعني. فكل ما تقدرين تغيرينها كل 3 شهور يعني it's better يعني. صباحك الله بالخير أبو عمر نورنا ما شاء الله في الاستوديو من بعيد. طيب أوكي، في حد كان يتكلم بعد عن التأمين. طيب ما نخصص حلقة كاملة عن التأمين وما أخبركم كل المواضيع اللي تخص هذا التأمين الآن. يعني أبغي أخذ كلمة أخيرة بمناسبة أسبوع الإمارات تبتكر، كل حد كيف ينظر إلى الابتكار، كيف يعرف الابتكار من ناحية من مفهوم الخاص، وأيضا كيف ترجم هذا المفهوم من خلال نطاق عمله. وين تبغون نبتدي؟ ممكن نبدأ أنا وتعليق بنفس الوقت على التفكير. والله أنا بخليك أنت تبتدي دكتور لأنك أنت الرجل الوحيد بينهم. ما أنا هو النساء أول. ما بدك نغش في الألعاب. أهمية التفكير الإيجابي خاصة في أمراض النوم مهم جدا جدا. بعض الأشخاص بيعتقدوا أنه لازم يناموا مثلا 8 ساعات لحتى يوصلوا للنوم المثالي، وهذا غلط، لأنه ممكن أنا أنام فقط 5 ساعات طالما أنا مرتاح وبحسن أقوم بواجباتي بشكل مثالي، فما لازم أفرض على نفسي أن الحاجة للنوم زادي والبقاء في الفراش لفترة أطول. فالتفكير الإيجابي أنه أنا خوفي أروح على السرير لا يصير معي أرق وما أنام، هذا تفكير سلبي. بينما أقول أوكي أنا هلأ تعبان وهلأ رح أروح على السرير وأنام، فهذا تفكير إيجابي. فمهم جدا التفكير الإيجابي باضطرابات النوم، حتى ننظر إلى أي موضوع بشكل إيجابي أكثر من ننظر بشكل سلبي، هذا بيساعد نفسيا حتى الدخول للنوم العميق. ويبعد عنك الياثوم إن شاء الله. أكيد أكيد. والإبداعات نحن طبعا نفكر نحاول كل مجتمع، نحن في مجتمع شرقي بيختلف عن المجتمع الغربي، فالإبداعات ضرورية في المجتمع الشرقي حتى في اضطرابات النوم، رغم أنه علم اضطرابات النوم هو علم حديث. صحيح. بس نحن بحاجة لإيجاد شغلات إضافية تناسب مجتمعنا الشرقي ولتحسينه. أنا يعني بخصص حلقة كذلك دكتور في المستقبل الحديث عن النوم وكيفية تهيئة الشخص للنوم حتى يحصل على صحة جيدة ويحصل على ابتسامة جميلة مثلك دكتور. أيضا دكتورة وفاء عايش، الإيجابية والسعادة أنت فيك تشوفها يعني من الأشياء اللي إحنا أوريدي قدمناها. يعني حتى لما بتدخل خيمة صحة دبي مفتوحة شرحة، الناس اللي فيها سمايلينج، بتحس حتى الألوان اللي اختارتها الهيئة كتير تعطي طاقة إيجابية، صح ولا أنا اللي حسيت هيك؟ صح أكيد. يعني بتحسها كتير عم تعطي بوزيتيف، إضافة إلى أنه يعني فرشاة السعادة، شوف ما أحلى هيك اسم، ولا وصفة السعادة، يعني حتى الإشي اللي عنا وهي سمكة بطوني لحالها هي بتبتسم وبتنط في المي بتعطيك سعادة. فأنا بتهيأ لي كل شيء حواليك بهيئة الصحة الآن عماله يتجه إلى الإسعاد سواء الموظفين أو إن شاء الله المرضى تعاوننا. أنت شو رأيك؟ أنا بالنسبة لي أشوف أن الابتكار مو دائما أنا لازم أخترع شيء جديد. الابتكار في الخدمة اللي أنا سأقدمها للمجتمع، أبتكر في تقديم الخدمة هذه اليوم أقدمها بطريقة معينة، باتش الإكسبكتيشن توقعات المجتمع عالية، يبون الخدمة بطريقة مبدعة بطريقة أخرى تسهل عليهم أمور كثيرة. فالإبداع والابتكار
في خدمات نحن نقدمها حاليا. وما ننسى نحن في المجال مجال الصحة والطب في تقدم مستمر، العلوم العلم والدراسات كلها في تغير مستمر، التكنولوجيا في تغير مستمر، وحين استوينا نحن الصحة والعلم والدراسات مرتبطة بالتكنولوجيا، ما نقدر نستغنى عن بعض. فكل ما صارت الأمور هذه فيها تقدم لازم نحن نواكب التقدم هذا ونسير مع التقدم الموجود في العالم أساس نقدر نكون يعني نشرف المجتمع ونوصل لتوقعات اللي هم يبغونها. دكتورة حمدة، احنا قدمنا الابتكار كخدمات جديدة يعني نقدمها بشكل غير مسبوق، بشكل غير اعتيادي. يعني نرمي من هذا ان احنا نبغي نحصل على ناس سعداء من غير ألم أسنان ان شاء الله. على فترة عندهم غاز السعادة، الغاز الضاحك. نعم الغاز الضاحك هذا يخليك تضحك بس. شو اسمه؟ نايتروس. عموما يعني أنا شاكر لكم تواجدكم معنا. خبرونا بس سؤال حلقتنا كان يعني من الأشهر المصاحب لمنصة هيئة الصحافة في أسبوع الابتكار، والجواب الأول وهو تمارين الكروسفيت واليوغا. اليوم بتمارسون كروسفيت؟ إن شاء الله. إذا شفتم؟ لا لا إن شاء الله لما نكون موجودين معنا ما شاء الله. من كثر عدد الناس اللي الحمد لله الحمد لله إجت على هاي ما كان في مجال حتى نجلس، وهذا شيء بيسعدنا أكيد. تمام إن شاء الله. يوغا. إيه يوغا. لا لا الكروسفيت بدك عارفة شفتي أنت هم شو لابسين. they are ready for it. إن شاء الله جماعة بعدكم زين. طيب أنا يعني بضم صوتي لصوتكم أن باختصار نحن تكلمنا عن موضوع الابتكار. الابتكار هو تحول الفكرة من مشروع نظري إلى منتج أو خدمة تؤدي منفعة اجتماعية أو مادية، وتتضمن هذه العملية تحويل بذرة الفكرة إلى فكرة نافعة ومن ثم إلى مشروع، وقد لا يكون هذا المشروع أيضا تجاري بالضرورة. هذه باختصار. أيضا أهداف اللي حطتها الاستراتيجية الوطنية اللي دشنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للابتكار بمخطط زمني يمتد إن شاء الله حتى 7 سنوات، وتهدف إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول الأكثر ابتكارا في العالم. يا جماعة الخير باختصار عشان نبتكر يجب أن نكون مجتمع إيجابي. صحيح. التفكير الإيجابي يؤدي إلى الابتكار. وأيضا إن شاء الله قولوا لي اسم الفائز الزين. ميرا عارف الملة فازت معانا ب1000 درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي على هامش أسبوع الإمارات تبتكر. وطبعا وأنا أتكلم عن الابتكار الجماعة كلهم يشروا لي بديهم كذا خلاص خلاص. فبما أنه وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم وأنتم أخذين أصلا من عندي دقائق من البداية طبعا لأن أبو عمر عنده يينا في هذا الاستوديو ينورنا في الاستوديو فياخذ وقت ما شاء الله عليه لين ما يطلع وايد أجهزة وياك أبو عمر. عموما كل الشكر لدكتور حسان الحريري استشاري أمراض صدرية والنوم مستشفى راشد، دكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية السريرية، دكتورة ناهد منصف استشاري طب الأسرة مدير إدارة الشؤون الصحية، وأيضا شكرا لك دكتورة حمد المسمار مدير إدارة خدمات الأسنان. شكرا لكم جميعا. وفي الختام نقول لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة، ولا تنسون تمرونا إن شاء الله في واحة الابتكار في برج بارك، منطقة جميلة جدا. تعالوا مع العائلة كلها حتى الأطفال في عندهم أماكن يلعبون فيها. أنصحكم أنكم تكونوا هذه المنطقة، اطلعوا على الابتكار، اطلعوا على هذه لازم أدعوهم لازم أدعوهم. زين خلاص إن شاء الله. رحاب المروشد عصبت وناصر محمد سليم يضحك، فمع السلامة ودمتم. وين رحتوا؟ دمتم بإيش؟ بصحة وسعادة. صحة وسعادة. غلط. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.